معنا من واشنطن مراسلنا إياد الجغبير. إياد، إذن صحيفة واشنطن بوست قالت أن هناك معلومات أمنية ربما عن هجمات قادمة للقوات الأمريكية وربما لحركة طالبان في مطار كابول ومناطق أخرى. ما المعلومات المتوفرة؟ كيف ستؤدي إلى مآلات عملية الإجلاء؟ نعم، اليوم تحدثت واشنطن بوست أن هناك تحذيرات قوية لدى السلطات الرسمية الأمريكية باحتمالية وقوع هجمات. هذه الهجمات قد تكون سيارات مفخخة أو قد يكون إطلاق صواريخ على مطار كابول، وهي المنطقة التي تتواجد فيها القوات الأمريكية. كذلك بالأمس بمساء سمع صوت انفجار قوي، لكن بعد ذلك قالت حركة طالبان بأن هذا الانفجار كان نتيجة أن القوات الأمريكية قامت بحرق عدد كبير من الذخائر والمعدات العسكرية التي تتبع للقوات الأمريكية. يبدو بأن كل هذه التصرفات وكل هذه الأفعال تدل على أن هناك تحذيرات حقيقية. أيضا هذه التحذيرات تحدث عنها بالأمس الرئيس جو بايدن إضافة إلى البنتاغون، لكن لم يخوضوا في تفاصيل هذه التحقيقات. اليوم كشفت واشنطن بوست بأنها هذه الهجمات ليس شرطا أن تكون السيارة المفخخة، لكن من الممكن أن يتم إطلاق صواريخ. كذلك أكد الرئيس جو بايدن بالأمس أن البيت الأبيض مستعد على إرسال المزيد من القوات الأمريكية والجنود الأمريكيين من أجل ضمان سلامة الجنود الأمريكيين المتواجدين في مطار كابل، لكنه قال بأنه لا يتوقع أن يأخذ هذا القرار لأنه قام بالتشاور مع الجنرالات الموجودين في والمسؤولين عن ملف أفغانستان، وقالوا بأن العدد المتواجد حاليا في مطار كابول هو العدد الأمثل لتنفيذ مهمة سحب القوات الأمريكية مع نهاية الشهر دون وجود أخطار أكثر من الأخطار المتوفرة حاليا. إضافة إلى أن الرئيس جو بايدن كذلك أكد بأن عملية سحب القوات الأمريكية منفصلة عن عملية إجلاء الأمريكيين الذين يودون العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أكد على أن موعد الانسحاب باقي على ما هو عليه، لكنه موعد إجلاء المواطنين الأمريكيين وعودتهم إلى بلادهم مستمر إلى حين عودة آخر مواطن أمريكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، من واشنطن مراسلنا إياد الجغبير، شكرا لك.